حل التحدي مع الايجل اي اي اللي من منصة سايبر تالنت، Eagle Eye. يعني عين النسر. فالكاتيجوري مالته بالديجيتال فورنزكس، الليفل مالته ميديوم، صار لك ريتد ات يعني تقريبا صار له سنة اعتقد، من الشهر الثاني نزل، والبوينت 100. فنجي للتشالنج ديسكريبشن اللي هو when you deal with an attacker don't always trust what you see، يعني يقول لك من تتعامل او يعني تشتغل وي مهاجم فانت لا تثق باي شيء تشوفه او يعني شيء من هذا القبيل. يعني هو تلميح فقط شيء يقول لك انه يدل على اللغز مال التحدي. فانت ايش تسوي؟ تجي تنزل اللينك مال الملف التحدي، تستخدم يا اما الدبليو جيت يا اما تضغط على داونلود. المهم فانا هو موجود عندي، واعتقد حجمه يطلع والله راس داش الاي الله يتش على الايجل يطلع 64 ميجا، يتحمل بسرعة. المهم بعد ما تفك الضغط راح يطلع لك ملف اسمه شنو اسمه تشارل دوتراو. حلو، لو بالصيغة هذا اللي هو يطلع لك من سولا فايل راح يطلع لك شنو داتا. ف طبيعة الحال ذن الملفات مال النهاية الاكستنشن مالت مثلا الراو يعني وال بعد شنو والله ها والميم وذن الشغلات، فهي معروفة للميموري دامب. فبمن تحللها بالفولاتيلتي تستخدم الفولاتيلتي ولا تيلتي داش اف يعني فايل نيم، الفايل نيم شو اسمه اللي راح تشال دوت راو. حلو، على مود تطلع البروفايل مالتها شو تسوي؟ تكتب تستخدم البلجن اللي هي ايمج انفو على مود تعرف هاي الاداة شلون تتعامل وياها. لازم تطلع البروفايل، مثلا هاي البروفايل مالتها تابع للويندوز للماك لللينكس يعني على مود تتعامل وياها وتعطيها البلجن المعينة على مود تشتغل عندك، يعني تنفذ لك اللي تريده. فباستخدام هاي البلجن اللي هي الايمج انفو راح يطلع لنا اسم البروفايل او نوع البروفايل، ياخذ تقريبا دقيقة اقل من دقيقة. حلو، فهسه طلعت لك هاي الديتيلز كلها. المفيد من عدة تاخذ يقول لك شوف suggested profiles، تاخذ يا اما اول واحد هذا يعني او هذا الثاني او الثالث او الرابع، العفو يعني هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة، فعادي استخدم اي واحد. مثلا نستخدم هذا، فهنا نجي نبحث. بعد ما طلعنا البروفايل تكتب داش داش profile equal تعطي اسم البروفايل، وراها مثلا تستخدم بي اس هنقول ليست على مود تستعرض البرامج. بعدك انت هسه حاليا جاي تستكشف، فاني ما راح اريد اخلي الدرس يطول او الشرح يطول، تقريبا راح اخذ بس بلجن واحدة او اثنين وبالاخير امشي للي تفيدنا يعني اللي هي بيها الحل. فانت بعد ما تدور 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 بدن البلجن تريد تشغل الاوتو فول، يعني هو من واحد يشتغل لك تعطيه اوتو فول وتعطيه الباث مال الفايل اللي عندك التارجت هو من واحد يشتغل. فبعد ما دورت يعني بالبلجن هواي استخدمت بلجن هسه ذا شوف من اكتب سي ام دي اطلع لي سي ام دي سكان انا مستخدمها، مستخدم الكونكشن ما فاد، ومستخدم السوكت سكان ما فاد، ومستخدم السوكت والسوكت كذلك. شوف جاي اطلع لك بالاقتراحات انا مستخدمها سابقا هم ما فاد، بس اخر شيء اللي فادت وياي اللي هي شنو اللي هي هذا الام اف تي بارسر. فهذا بلجن على مود تفهم البلجن انا سابقا قلت انه لازم تراجع هذا موضوع الميموري فورنزكس، لازم
هذه انت دائما وياك، اللي هي الكوماند ريفرنس مالت من مال الفولاتيليتي، هاي تشرح لك كل هذه الوضعيه. فانسى انت تاخذ البلجن هذه اللي الام تي بارسر، فمن تدخل عليها راح تعرف انا شلون جاي اطلع الحل. فشوف استخدامها بال اذا تريد تنزلها لوكال يعني عندك الفولاتيليتي يعني التطبيق مالتها، يا اما تريد تنزلها عن طريق السناب او الاوت اي بي تي. فالمهم مو مهم علينا بين هنا، اللي تهمنا هذه شلون استخدم اليوسج مالتها. فعندك تستخدم الام الام اف تي بارسر، هذا هنا طبعا الديسكربشن مالته، ذس بلجن سكان فور بوتنشلي الماستر فايل تيبل. ماستر فايل تيبل على مود يسأل شنو اختصار الام اف تي شنو يعني، فهو الفايل الماستر فايل تيبل انتري ان ميموري يوزج فايل اند البي اي اي دي سيجنتشر اند برنت اوت، وتكمل هذه على مود تفهم انت جاي تسوي. فيطلع لك يعني ذن الشغلات، فهواي امور اللي تتم بالميموري اثناء التقاطها مثل الملفات كتابة الملفات. فهنا نحن راح ندور في التارجت مالتنا هذا، فراح اقول له الام اف تي بارسر واشوف ايش تطلع لي نتائج. حلو حلو، شوف راح تطلع لك كل شوية نتائج. هسه انا اراويك النتائج على مود اختصر لك الخطوة وراها شلون يعني نوصل للحل. خلي تطلع النتائج سكانينج، وشوف شوف النتائج اللي راح تطلع. شفت شوف هذا هسه خلص. انت تقدر شو تسوي؟ تقدر مثلا نقول له ريدايركشن المن مثلا هذا الملف فايل، وتحفظ هذه النتائج تحفظها بالفايل، وبعدها تسوي كات للفايل وتسوي جروب على الكلمه اللي تريدها. احنا الكلمه اللي تفيدنا شنو هي؟ اني مباشره الكلمه اللي تفيدنا شنو هي؟ كلمه فلاج. اريد اشوف موجوده كلمه فلاج بالاوتبوت اللي طلع لي هذا الفوق هذا كله، هذا بي كلمه فلاج، سوي لي جروب على الفلاج. خلينا نشوف موجودة أو لا الفلاج. حلو، قال لي void dot flag، هذا مبينة دالة تابعة للسي بلس بلس. يعني شنو؟ وعندك هذا قيم الهكس، معناتها ملف، معناتها شنو؟ معناتها ملف تابع للسي بلس بلس. فأنا هنا اللي قرب بيها شغلة حلوة، انه تقول له مثلا داش اي جيب لي خلينا نقول 10، هسه راح اكتب الامر وهنا نجيب لي 50. هذا شنو يعني؟ بقى هذه الكلمة الفلاج اذا لقيتها، اذا لقيت هذه كلمة فلاج فش سويت؟ من الاي جيب لي 10، يعني قبل كلمة فلاج جيب لي 10 اسطر، وبعد كلمة فلاج يعني هنا بعد كلمة فلاج جيب لي 50 سطر. على مو شنو؟ لان هذا كود مبين، كود مال سي بلس بلس يعني بامتداد السي بي بي. فانت جيب لي الكود كله او 50 حسب انت، يعني مثلا انا بدي اقول له 100 ب100 على مود اطلع الكود كله. فانا راح استخدم 10 ب50 ونشوف صحيح لو لا، وبعدين ازود القيمه او انقصها بكيفي. خلينا نشوف ايش يطلع لنا اوتبوت. نشوف 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 حلو 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 حلو. شوف الجواب لنا الاي 10 اي 50، العفو بالعكس اي 50 بالله، والبي 10.
جاب لنا هذا والله اي طلعنا هذا الاوتبوت. شوف الانكلود انت شو تسوي باختصار، بس تنسخ هذا تنسخه، تاخذه كوبي، مو تاخذه كوبي. اكو موقع على ما اذكر اسمه هيكس تو فايل هذا، فهنا تضيه وهنا تقول له تخلي دوت تي اكس تي، لان هسه انا راح اقول لك ليش خليته. فهنا بس تضغط كونفرت، تضغط اوكي، راح يتحمل لك ماي فايل. خلينا نسميه كود، خلينا نسميه هنا كود دوت تي اكس تي. فراح اسوي هنا انا ارجع اقول لك كات الكود، شوف طلع لي هذا هسه حاليا هنا أنا موجود فلاج قال لي char الانت، هنا أنا فلاج هاي جاي تقراها f l a g 2 فلاج 2. فمعناته شنو هذا فلاج 2؟ انه يابا انت عندك شنو، عندك قسميا من الفلاج، قسميا من الفلاج. فشو تسوي بقى؟ تضغط كنترول، تضغط من الكيبورد كنترول على ما شنو، وتجي هنا أنا تسوي سيلكت بقى عشان حدد بقى. انتبه لي هنا أنا. شفته حدد بس الكلام اللي اريده كوبي، تجي تفتح التكست اديتور. طبعا انا ما اريد يطول الفيديو، راح شوية اشتغل يعني بسرعة. هنا أنا تطير بلايس ال، وهذا البارت الثاني من الفلاج، هذا البارت الثاني فلاج 2. زين فلاج البارت الاول مال الفلاج راح تلقيه بهذا الشكل. بعد شوية شوف اكو ملف بالاوتبوت مال هذا الام اف تي بارسر مساع اللي طلع عنا. فتسوي جرب على اليمن على الاي وتعطيه 50 على مو شنو. اكو ملف اسمه ال 1st.txt، هذا شنو يحتوي على البارت الاول. بس راح تضغط انتر على مود ما اريد الفيديو شويه طول. انت اهم شيء اخذت الفكره، يعني افتهمت الفكره، عرفتها انه شلون تبحث وتستخدم البلجن، وكل بلجن اذا ما تعرف لها تروح للرفرنس اللي اعطيتك اياه. فهسه هنا أنا ننتظر يتوقف just second one. حلو، فهذا الملف با 1 هذا 1st.txt you got me but that only first I'll find the rest of it. با هذا ال 1st يعني الفيرست بارت، هذا الفيرست بارت شنو هو؟ هذا اللي احنا جاي ندور عليه. يعني احنا مناك عندنا شنو؟ عندنا هذا البارت الاول. حلو زين البارت هذا البارت الثاني العفو، وهذا البارت الاول. فتجي تمسح هذه القيمة وهذه تمسحها هيج وهذه، بس خلي ارتب هذا، تاخذها هيج، تاخذها وتاخذ هذا. فهو شنو اكس، وراح يصير تقول له فلاج شنو وهذا. فهذا طلع لك هذا الفلاج الكامل. نجي شلون نتاكد؟ تجي طبعا هسه هذا الصف كله، هذا تجي هنا تخلي الفلاج وتضغط على سبمت. ف راح يقول لك كونتراز كوريك سبمشن، يعني انحل والحل صحيح. فهذا كان الحل مال الايجل اي مال من سايبر تالنت بالديجيتال فورنزكس الليفل ميديوم والبوينت عليه 100. طبعا الفترة هذه اللي ما يعني ما كملت بيها لا دورات ولا الدروس اللي كنت واعدكم بيها، لان
صار لي كم يوم كان عندي شغل خاص وكنت اشتغل على هذا المنصة اللي قبل، صار تقريبا 4 ايام اشتغل عليها. فهذا المنصة كلش حلوة للي يشتغلون فقط، اسمعني، اللي يشتغل فقط بالديجيتال فورنزكس، واللي يشتغل بالريفيرس انجينيرينج يعني، والمهتم بالاو اس اي ان تي اللي هي مال يعني شلون ما نسميها، استخبارات مفتوحة المصدر او شيء من هذا النوع، من هذا القبيل. فيجي يدخل على هذه المنصة مال السايبر ديفرنس دوت اورج ويكريت بيها يعني البروفايل مالته، او يسوي بيها حساب ويدخل عليها. منصة كلش حلوة يعني، تحدياتها غير شكل صراحة. يعني لحد الآن أنا حال عندي 1 2 3 4 4 5 6 7 أعتقد 7، فأخذت بيهن 10850 نقطة. صار الرانك مالتي حاليا 892 يعني بالمنصة. يعني بعد وراها هواي الطريق طويل، بس منصة كلش حلوة الصراحة. للي يريد يدرس بيها يخلي هذا الرابط مالتها، cyberdifference.org، هذا الموقع الرسمي. الآن انتهى الدرس.